كيف الحال؟ يا مرحبا. طيبين. هيد الهلالات ما بنقع. لا بتنفعكم تنفعكم تنفعكم. باقي في المباراة. تركي تعال تركي تعال. تعال. إيه. من اللي دقيقة. شوف مين اللي يبغى دقيقة دقيقة. شوف اللي على الترسيل. أبو عبد الله أخبارك؟ بخير زين حالك. طيبين. يلا حي. الله يبارك. شوف شوف أبو سعيد كمان. من المجموعة اللي نقصت في النقاط أمس؟ مجموعتنا إحنا. الأولى. أنحب. اللي في المجموعة الأولى يرفع يده معلش. أنا المجموعة الأولى. هل المجموعة الأولى؟ اللي في المجموعة الأولى. إحنا نقصنا. مبارك مبارك مبارك. مو اللي ناقص مو اللي نقص. ممكن. إحنا نقصنا ثلاث ما جاوبناه. اللي ما جاوبناه. شوف شوف آخر كلام آخر كلام مو اللي نقص. إحنا نقصنا ثلاث نقاط. المجموعة الثانية. ما جاوبناها. بعدين في 100 خصمت من الأجوبة السريعة. طيب يعني المجموعة الناقصة معلش الناقصة في احنا ما احنا ناقصين الناقصة في لا ما خليتني اكمل الناقصة في النقاط لا لا هو يبغى يلفها ما شوف اللي ناقصين في النقاط المجموعة الثانية ايه من اللي في المجموعة الثانية طيب ولا ما تبغونها؟ الثانية واحد اثنين ثلاث اربع والمقدم وانا وانا خمس والمقدم بس انا خلوني طيب تعال تعال تركي تعال تركي تعال تركي تعال انحم سؤال واحد المجموعة الأولى صح؟ سؤال واحد المجموعة الثانية كم سؤال جاهم؟ اظن ثلاث ما جاوبناها طيب تبغون شيء احسن من النقاط ايوه تعال تعال ولا درجه يجي لو انهم يبقلبون لا لا صل على رسول الله وجز صل على رسول الله لا تخلي بسيط والله بالنسبه لي اقسم بالله في شيء بس هو باكلت افضل افضل في شيء افضل من النقاط تعال ابو سعيد يلا ابو سعيد تعال ابو سعيد طلع سعيد ما اقدر ارد عليك ابو سعيد ابو سعيد ترى الورقه في يدك طلع من لك يا ابو سعيد لو سمحت يا رب الله يسعد الوجه خلاص سر ابو سعيد لو سمحت يعني لو سمحت يعني لو سمحت لا سمحت روح اجلس خلي عينه بقى لا سمحت لو بيدي شيء احط المفتاحين واقول لك احمد تدخلوا احمد شوف ولا لا شوف مين اللي يستاهل الترشيح صل على رسول الله اللهم صل وسلم عليه ابغى اثنين معلش باخذ اثنين باخذ اثنين معلش تعال يا احمد لا انت حبيبي تعال يا ابو عبد الله ها لا ابو عبد الله ابو عبد الله انا ابو عبد الله تعال 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 واحد يجي هنا واحد يجي هنا انت مجموعتين صح الظاهر كل واحد مجموعه ايوه هذا المطلوب تعال تركي ايش رايكم اللي يفوز الحين نعطيه 1000 والمفاجاه الثاني 1000 1000 نقطه 1000 هلله هي نفسها هي نفسها 1000 هلله 1000 هلله ليش ما تخليها 1000 ريال لا 1000 1000 صح خليها نقطه حسن طيب بنطلع من برا طيب خلاص اجلس معلش شفت اقول لكم باقل معلش صدقني ما جلس ابشروا بالعوض صدقني ما جلس ابشروا بالعوض ابشروا بالعوض صدقني ما جلس الا انت احنا بجلسه خلاص 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 خليكم مكانكم تعال اي والله اللي اقديت فيه بيض الله وجهه لا 1000 نقطه ولا شيء اقدر فيه ابو يا تركي عطهم الموضوع كامل لان ما عشان اوريكم بس الطقم شكله والله اللي اقوله انا اقول لكم يا رجاجي بغبغ ورا ظهري شوف شوف صل على اسمع بس انا هناك طقم اللهم صل على محمد ما توقعتها ابد صح صح طقم يا شيخ على جنب لا ما تحلف بالله انت كذاب ابد والله العظيم حتى لك هاي يا ولد بقلب وش اللي ما قلب ما قلب خذ راحتك بس لا تحلف بالله والله انك صادق محمد اتمنى بال نبغى انجاز الاثنين ذولا الاخراج نبغى انجاز الاثنين خليهم واقفين هناك ايش شيء يحلفون والله المفروض تحلف لا تحلف يا اخي خلاص بعدين سكروا الباب وخليهم انجازيهم الاثنين الخاصيه انك تختفي وش اللي خاصيه تختفي ليه جني ايه تقر عليهم خلنا انجازيهم خلنا انجاز الاثنين ثم خلصهم والصفقه والوقافه والله العظيم زالهم عندي انا قد قلت لكم قد قلت لكم انه مقلب عارف الرجال ذا الواحد لا يحلف بالله يعني تبون الصدق اقسم بالله لا الامور طيبه لا بس تبون الصدق والله فكره ابداعيه خلوهم يجون وين فكره ابداعيه انا عارف انهم كذابين وراك الطقم بشكل كويس لا لازم يلا جاي راقي كلكم عاد يعني
لا لا دقيقة دقيقة لا 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 سوي نفسك زعلان جد مالك هذه ما لها داعي وكذا لا تهرقه ولا تعطي خلي يجي يعتذر منك يعتذر يقول يا عيال انا يجي هنا لين يقعد يتعذر منك لا والله لا ابو سعيد خلنا نبدي املا خلصنا املا خلصنا ولد قول لا اله الا الله ها ومقلب ايه بسيط بسيط والله طول طول على الشبكه المنسالات ولد اسمعني اسمعني ليه منهم جو هنا حلو صل على النبي يا ياسر نربط قول لا اله الا الله انا طالبكم طلبه امسحها في وجهي ترى بنحط ابشر بس سعد ابو محمد بيض الله ابشر والله بس سعد ابو محمد ما تصبرون انتم عزيز وغالي ابشر بس سعد اسمع رجي وجهي ادري احنا طقطق على الوضع اسمع شوف انا ترى عندي بعد رضا لبيت قايل للرجاجيل سوي لها حركه وقد رحت للرجاجيل ابي اجودهم احنا بنمشيها بس سوي فيهم مقلب اي مقلب لا اوكي سنتو حلال على وين مسكته والله كل مطعم صاير لا مو ابو سعيد سوي خلاص يا جماعه الحين خلنا نطلع برا حر هنا ها اي حر والله نبي يقول يا صاحبي ما تهون صاحبك ماي ما تحفظها انا هاني بروح اجيب العيال هذيك طلعت قبل برنامج واقعي صح لا غير صحيح يا رجال غير صحيح جحيد والله بعيد والله بعيد ها والله قد طلعت شايفك امس لا صح ولا مو صح نهار نية ها بيت الجابلة ولد شيك تي انا ماسكن ما انقد بلي بالغرام كيف صوتي حلو الله يقبلك في الدنيا والآخرة استاهل طقم فنان يا ابوي الله كنا كامري 2006 طقم بحري لا 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 مسوي تبون انت لا معليش يا تركي المركز الاول الليلة كان جوا يلا خلاص فزنا تعرف ايش الكلام اللي على اصعد جبل عبر بحر وامشي يعني. على دروب الخطر روح البس واتحمل انواع الطهر خليها روح تعال خش اللي امس ما سويناها حقت ايش؟ حقت التمثيل ما ادري لا الاخوياك يبي يتحرك يا ولد البرد ذبحنا بس ممثلين معدودين ما هو كله لا لا عشان نلعب ايه ممثل نعم طارد جمله يا الحمد لله جمله مثال او اي شيء حمس يم غي من الكراسي احمد نبغى شيء اختبار ثقافه يعني اختبار ثقافه حلو يعجبني ايش عنده